يوسف دعي في السماء عظيما، لما رأته النسوة أكبرنه، لأنه كبر الله، لأنه عظم الله، فعظم الله قدره وكبر شأنه. والعكس بالعكس، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما عظيما. لماذا سمي الذنب بهذه العظمة؟ لأنه اجتراح، ولأنه جرأة على العظيم. فتوعد من عصاه بالعذاب العظيم، وتوعد من عصاه بالعذاب الأليم. التعظيم يا إخواني يولد الهيبة، التعظيم يولد الحياء، التعظيم يولد الأدب، التعظيم يولد الخشية، التعظيم يولد التوكل. التعظيم يا إخواني يورث القلب الثقة بالله سبحانه. التعظيم يجعلك تدعى في السماء عظيماً.